الحظ الكريم أطلق الستار وبدأت الآمال وبدأت اندفاعتي شوط جديد شوط السابع بفعالياته وبانطلاقاته المتميزة والمنطلقة. ننطلق معكم ومع المركز الأول وهنالك الصدارة ومقدمة هذا الشوط بصيحان لحمد بن محمد أو هنالك المقدمة يتواجد شاهين لعبد الله بن حمد بن حسن المري مع الصدارة. ثالث المراكز سنجار لراشد بن ناصر بن شابل المري. نغرى إلى المركز الثالث من تسلل من الجانب الأيمن إلى المركز الثاني حتى تواجد على أول المراكز شاهين لخالد بن محمد الكواري. مركزنا الرابع يتواجد ذلك من تسلل على ثالث المراكز معالج لسالم بن سعيد بن دلهم الهاجي. وهنالك أيضا من الجانب الأيمن برفقته وبتواجده مع المركز الرابع. والنقلة إلى خامس المراكز سنجار لراشد بن ناصر بن شابل المري. يعود هنالك مع الصدارة ومع المقدمة ومع شاهين الذي بدأ يحلق مع الانطلاقة لعبد الله بن حمد بن حسن المري مع أول المراكز ومع أول المنطلقين. ثاني المراكز شاهين لخالد أو الناوي لخالد بن محمد الكواري مع ثاني المراكز. الثالث المراكز من تسلل لأول ندى ومن تواجد قصورة لعلي بن عبد الله بن شفيع مع ثاني المراكز. ثالث المراكز تواجد معالج سالم بن سعيد بن دلهم المري. النقل إلى ثالث المراكز من يتسلل إلى ثالث المراكز من يتواجد ولد الفيصل مع انطلاقته لعبد الله بن علي بن قريع المري مع ولد الفيصل من يتسلل إلى ثالث المراكز بانطلاقته. ثالث المراكز هنالك التواجد من قبل نهاب لله بسعد بن شريم المري. وهنالك أيضا من يتسلل قصورة لعلي بن عبد الله بن شفيع المري. ولكن ولد الفيصل وقصورة ولد الفيصل هنالك ما بين المنافسة وقصورة يتميز مع الانطلاقة ومع التميز لعلي بن عبد الله بن شفيع مع أول مراكز. ولكن شوفوا بن شابل من غير الأمور لصالحه مع انطلاق السنجار. سنجار انطلق مع المركز الأول وأعلن بأنه بطل رواية هذا الشوط وبطل هذا الشوط مع راشد بن ناصر بن شابل المري مع أول مراكز. ثاني المراكز كان التواجد من قبل سعيد بن محمد الصومالي. ثالث المراكز والمركز الثالث المركز الثالث معالج رسالة بن سعيد بن دلهم الهاجري. رابع المراكز كان التواجد من ولد الفيصل لعبد الله بن علي بن قريع المري. المركز الخامس الفارس لبطي بن سيف بن دايل النعيمي. ثاني التبريكات نزفها للجميع حظا أوفر لمن لم يحالف بالحظ. شاهدنا وإياكم هنالك سنجار من حقق المركز الأول ومن انطلق انطلاق الرياحي مع الصدارة ومع مقدمة هذا الشوط بتوقيت زمني وغدر دقيقتين 20 ثانية أربعة أجزاء من الثانية الثانية. والتبركات لراشد بن ناصر بن شابل المري لحصول سنجار على المركز الأول. ثاني المراكز كان التواجد من قبل ثاني المراكز. المراكز شاهين بتوقيت زمني وغدر دقيقتين 21 ثانية جزء واحد من الثانية الثانية. والتبركات لسعيد بن محمد الصومالي المركز الثالث كان التواجد من قبل معالج بتوقيت الزمني دقيقتين 21 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية الثانية. والتبريكات لسالم بن سعيد بن دلهم الهاجري. يا